خليني أسأل حضرتك عن حالة التكوين أو حالة العربية اللي عايزين نكملها. طب ده هنعمله إزاي؟ إنه يكون عندي ديمقراطيين وجمهوريين، يكون عندي طرف الآخر، هل تعديلات بتساعدني يكون عندي كل مقومات العملية دي بعض حضرتك؟ المواد بتبدو كأنها مش ديمقراطية، بس أنا في رأيي إنها ديمقراطية جدا، هي في الآخر هتقود للديمقراطية. يعني مثلا يوم ما نقول إن القوات المسلحة عليها مسؤولية الحفاظ على مقومات الدولة والديمقراطية والحقوق والحريات للمواطنين، يقول لك إيه علاقة القوات المسلحة تعمل الكلام ده؟ ما هي المشكلة هنا. المشكلة إن أنت أول ما هتفتح الباب للديمقراطية في مجتمع ما يعرفش يعني إيه ديمقراطية، هيبقى التصويت بالفلوس او بالشعارات الدينيه. يعني انت عندك جماعه مستعده انها تقول شعارات الحرب اللي مثلا كانت بتتقال ايام ابن تيميه تقولها في الانتخابات، حي يا رجاد، الله انتصروا لله اله غزوه الصناديق، والناس عايه يقول لك الله ايه ده، تحس ان هو بدل ما يروح يحارب يعني دوله تانية عدوه لينا، لا ده كانوا بيحارب ابنائه في الوطن بلغه الحرب، مع ان هي مش حرب، ده بس يا انتخابات. دكتور، هل او هو مش من الظلم ان انا اتهم مجتمع كامل انه ملوش في ديمقراطيه لا ما زي انا ما مش هقدر حضرتك اقول مجتمع دلوقتي؟ كامل، انا هقدر اقول ان حضرتك قلت كده يا دكتور، دلوقتي حالا، يعني لا هقول لك، انا هقول لك انا قصدي ايه. اوكي لما انت تقولي لي ان في شريحه في المجتمع مستعده انها تدي صوتها بناء على شعارات، مصطلح الاجنبي البايخ اسمه ديماجوجيه، يعني ان انا اله بمشاعر الناس بشعاراتها، قل نعم وقل مش عارف ايه، لا اله الا القى الصناديق. يعني انا مره كتبت مقاله لا انجح الله مرشحك، كانت المقاله دي كانت ايام الاخوان وهم زعلوا ساعتها، لا انجح الله مرشحك دي انا واخدها بالقياس على حديث للنبي عليه الصلاه والسلام لما واحد دخل الجامع وقعد بيدور على النعل بتاعه تاه، فعمال يدور على النعل والناس سابت الصلاه وسابت الذكر، الجامع ده مش معمول عشان يعني، فالموضوع تحول لان فقالوا لا رد الله عليك نعلك، يعني لا رد، يعني انت يعني شغلنا ليه مش احنا، وقته يعني، مش مش وقت ده، وقت مكانه الصلاة كمان. ده، يعني الجامع لم يخلق لهذا، الجامع خلق لوحدة المسلمين، خلق علشان نتعبد لله سبحانه وتعالى، لكي نفهم عن الله مراده، مش علشان بقى ده فلان متدين ده سوبر مسلم وده مسلم، لا. لو في لغايه دلوقتي ناس وموجودين على فكره، والاخوان ما نتوهش عشان بس، والسلفيين موجودين وفي ناس كتير قوي مستعديه انها تحول المنافسه الانتخابيه لانها صراع بين الحق والجهاد في مواجهه الباطل غزوة جديدة. غزوه. طب انا ده هعمل معاه ايه؟ عشان كده لما جم في النظريه الديمقراطيه قالت لك لا ديمقراطيه لاعداء الديمقراطيه، يعني الناس اللي بتشتغل في هذه، بس الديمقراطيه دي برضو فكره او مجموعه افكار كتيره قوي اشتغل عليها فلاسفه كتير قوي قوي قوي، وفي الاخر خلاص ابتدوا يحولوها لمؤسسات. احنا بقى جايين ايه، نقفز على كل ده ولك احنا نعمل. فجه قال لك ايه مثلا في المانيا، قال لك بص يا سيدي، في ناس الراجل اللي اسمه هتلر ده والناس اللي زيه عملوا لعبه لطيفه قوي، عرفوا بس كانش دين، عرفوا يلعبوا على اوجاع الشعب الالماني بعد الحرب العالميه الاولى، مشاعر القومية للناس. مشاعر القوميه واحنا جنس راقي، وايه الجيبسيز اللي هم ايه الجيبسيز دول اللي هم الغوغائيين والكلام زي كده، واليهود الغدر. والسيمائي الغدر، واليهود والناس ايه ده، دول كلهم لازم يمحوا، لازم نقضي عليهم. فالشعارات دي لما ارتفعت، هتقول لك بقى مثال عشان الماده بتاعت القوات المسلحه انها دورها انها تحمي الدوله والمدنيه والكلام ده، في ساعتها كان واحد رئيس وزراء اسمه جوستاف ستريسمان، كان ساعتها رئيس وزراء ألمانيا، جه طلب وزير الدفاع قال له روح اقضي على الحركة اللي بتزعمها واحد اسمه هتلر في بافاريا اللي هي جنوب ألمانيا، كان ساعتها لسه هتلر ده حاجة وعشرين سنة، حاجة وعشرين يعني، كان لسه فكرة كده، إنما كانت فكرة واضح إنها مسممة، يعني لو انتشرت هتقضي على فكرة التجانس داخل المجتمع الألماني. فالراجل وزير الدفاع قال له أنا ماليش دور إن أنا أستخدم قواتي ضد فصيل من المجتمع حتى لو غلط، أنا عارف إن هو غلط، بس أنا ما عنديش أداة، ما عنديش حاجة بتديني الشرعية، تديني الأمارة عشان مش أروح أنا آخد جيشي وأروح أحارب بيه هتلر ليه؟ أنا مالي؟ أنا بحارب فرنسا، حارب إنجلترا، لكن أروح فمن هنا المادة دي جت بتقول لك إيه؟ بتقول لك الدولة لن تسمح لأحد إنه يهدد تكوينها ولا مدنيتها ولا الحقوق والحريات الاساسيه اللي حققها المصريين في الفتره اللي فاتت. يبقى انت كانك بتقول ايه؟ تقول بقى شوف ده بالظبط اللي عمله الالمان. قال لك بص يا سيدي، في حاجه اسمها التيار الرئيسي في المجتمع الالماني. في شويه ناس متطرفين في اليمين اسمهم النازيين، دول بره اللعبه السياسيه. في ناس شويه ناس متطرفين ساعتها يعني على اليسار، دول الشيعيون، دول بره اللعبه السياسيه. الديمقراطيه هتكون بين الناس اللي في النص دي. حزب بقى الوفد، مستقبل الوطن، مش عارف ايه، شويه الاحزاب دي احزاب مدنيه محدش فيهم هياخد
منشطات دينيه باسم، ولا هياخد فلوس من بره، ولا هيقول لك احنا جنس ارقى من بقيه اجناس المجتمع، احنا مثلا الصعايده فاحنا ما لناش دعوه ببقيه الناس دي كلها، او احنا مثلا من البحيره لا لا لا، انت على مائده الوطنيه المصريه احتراما لهذا الوطن، لهذا المجتمع، لهذه الدوله، وايمانا منك بالمبادئ الديمقراطيه، انت هتقدر تقوم بوظيفتك السياسيه الا وهي التنافس. انما هتستخدم منشطات دينيه تدي نفسك جرعات، ما احنا في الملعب لو انا سمحت الفريق ياخد منشطات والتاني ما ياخدش منشطات، ما انا معاه منشطات هيغلب، او انا خليت فريق ينزل 15 لعيب في ممكن 11 لعيب، لا انا هحط، وده اللي بيحصل دلوقتي. انا في رايي انه زي ما الفتره الحاليه الرئيس السيسي بيصلح اخطاء، وهو ما بيقولش بس انا اقول يعني، الرئيس عبد الناصر لما عمل العقد الاجتماعي ما بين الدوله والمجتمع انه انت مالكش اي حقوق سياسيه بس انت ليك كل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، هتاكل ببلاش وتعيش ببلاش وتنام ببلاش والقوى العامله وكل حاجه والتعليم ببلاش كله صحه كل ده وعد. بس انت نفسك بقى ما تتكلمش لا احزاب ولا حريه راي وتعبير ولا الكلام ده كله، فاحنا بنصحح ده. دي برضو بيصحح غلطه الرئيس السادات انه خرج الجماعات الدينيه من السجون. تمام، ما هو انت على فكره ممكن تبقى متدين، ده شيء عظيم جدا، عايزين ناس متدينه بجد، بس ده مش معناه انك تحول تدينك لنشاط سياسي يترتب على انك انت يكون عندك مقومات. لا ما احنا فهمنا انه ده غير ده خالص يعني بالتالي ثرو اوت او يعني من خلال هذا التوقيت، ولكن يعني الى حد كبير متفق مع حضرتك في الكلام ده، ولكن هل في ضمانه انه ده يحصل فعلا؟ هيحصل. اول ما احنا بصي خد بالك احنا مجتمع اتضرب في الخلاط، يعني احنا مش للفتره دي، احنا مجتمع لو اخذنا اخر 100 سنه احنا انتقلنا من خلافة إسلامية لسلطنة لمملكة لدولة يحكمها المجلس كان اسمه ايه، مجلس الثورة، مجلس الأعلى للثورة بتاع الرئيس عبد الناصر، وبعدين دعينا ان احنا نبقى ديمقراطيين في عهد الرئيس السادات، وبعدين قعدنا بتاع 30 سنة مع الرئيس مبارك احنا يعني من كل حاجة حاجة، وبعدين دخلنا ثورتين، وبعدين كنا في مرحلة ما رأسمالية، وبعدين قلبنا اشتراكية، وبعدين بنبيع الشركات اللي احنا سميناها اشتراكيات، في مرحلة كنا أعداء لإسرائيل وبحارب إسرائيل، وبعدين في مرحلة تانية بقينا أصدقاء مع إسرائيل، كنا مع الاتحاد السوفيتي، وبعدين بقينا أعداء الاتحاد السوفيتي، وبعدين دلوقتي بقينا مع أمريكا. يعني الناس عارفة يعني أنت لو جبتي واحد مثلا مات سنة 50 وصحي دلوقتي يقول لك لا ده أكيد مش مصر اللي أنا سايبها، ما هو ما يعرفش. احنا عندنا تغيرات كتير قوي وسريعة قوي وما بيحصلهاش ثورة فكرية، يعني ما فيش وراها حد بيفهم الناس هو احنا هو قرر كده، هو رئيس السادات راح القدس، هو اللي يسقف يسقف واللي يشتمه يشتمه واللي يخونه يخونه، احنا هنغير الدستور يعني ماشي خلاص. يعني الناس فعلا ما فيش عندنا اساس فكري. هو مين الاباء المؤسسين للفكر المصري؟ يعني انا بقول لك انا والله انا راجل يعني احب اقرا يعني بس ما اعرفش يعني فعلا هو مين اللي احنا نقول كده السبع ثمان اسماء دول هم اللي شكلوا عقل المصريين. خد واحد عشان بس الناس ما تتلخبطش، لا يعني انا لو بتكلم على اسرائيل هتلاقي الكتابات الصهيونيه كلها انتهاء، يعني مش هقول بس هرتز، لا هو راح زي بن غوريون، ده نتاج فكر، يعني هو اللي بيعمله ده نتاج فكر. بس هتاخدي امريكا الاباء المؤسسين لامريكا 55 شخص اللي قعدوا وكتبوا ومش عارف كذا، ففرنسا الثوره الفرنسيه وما سبقها ايجي فولتير وعلى روسو على يعني الى اخره، الناس دي صنعت الفكر. انا كان فاكر كنت بدرس مره في امريكا لطلبه، كان عندي اثنين طلبه فرنسويين، فالاثنين جم في النص كده لقيتهم بيستشهدوا بمسكيو، فبقول لهم انتوا قريتوا مسكيو في قريناه في ثانوي، هو احنا مين اللي بيقرا الطلبه عندنا في ثانوي يؤسس فكرنا؟ طه حسين الايام لطيف، انا مش مشكله، عنتر بن شداد ما اعرفش روايه لطيفه كده، يعني عارف اقصد حاجات انا في الاخر خلاص بعد ما هو ده بيشكل اني فكر، يعني هو مين في الاخر هيطلع بعد ما سمع الكلام ده فهم ايه هي الهويه المصريه؟ هي لخبطه كده، تحس ان في سلطه داخله في بعضها، فالناس متلخبطه. انا املي انه مع الفتره الحاليه يكون في استقرار اكتر، يكون في نهضه اقتصاديه، لانه عاده النهضه الاقتصاديه لما الناس مستوى الاقتصادي بيرتفع والتعليم بيزيد شويه بيبتدي يبص حواليك يقول لك ايه ده، طب اشمعنى انا ما عنديش ديمقراطيه بجد؟ يعني عارف اقصد يعني هو ده اللي حصل. مثلا اديك مثال كوريا الجنوبيه، الراجل بارك تشانغ هي ده عبد الناصر بتاعهم، يعني كان في الستينيات هو ده اللي عمل كل الاسماء الكبيره بقى اتش ال جي على ما اعرفش سامسونج على التليفونات على كل القصص دي. دي نهضه ساعتها كان برضو يعني نوع من التحالف ما بين الدوله واسر، يعني كان فاميلي بزنس، انا انتوا عايزين ايه عشان بدل ما تشغلوا 200 تشغلوا 2000، طب هدي لكم كذا والجيش تدخل وساعد، يعني كانت الفكره. لما جم في التسعينات مطلع التسعينات دي لحظات تاريخيه، انا مش بقول يعني انا بتكلم عن وقائع، جم في مطلع التسعينات الناس بقى مستوى الدخل عندها مرتفع، التعليم مرتفع، ولا طب اشمعنى انا مش ديمقراطيه؟ اشمعنى انا مش زي اليابان ولا زي انجلترا ولا زي امريكا؟ فانت يعني املنا ان يكون دي الخطه اللي احنا نمشي عليها.